تسأل وتقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاما، لم أصم رمضان أبدا بسبب أني كنت راعية للغنم في الأماكن البعيدة، وتبعا لظروف المناخ والحر الشديد والظمأ والجوع، فهل علي الآن أن أصوم؟ وإن كان فماذا أفعل بالسنوات الماضية؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، علما بأن السنين التي لم أصمها كثيرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هذا الإفطار في أشهر رمضان بعد البلوغ فإنه لا بد من القضاء، لا بد من قضاء الرمضانات التي أفطرتها السائلة مع التوبة والاستغفار وإطعام مسكين عن كل يوم عن كفارة عن التأخير، لا بد من ذلك. تصوم الأشهر التي تركتها أولا بأول ولا تبرأ ذمتها إلا بذلك. أما إذا كانت قبل البلوغ فليس عليها صيام، لأن الصيام إنما يجب بالبلوغ.